صالح موسى صايب وحد مولاي. يلا يا موسى. صايب للديري بلال. مزور عرفات يطلب الكرة في العمق. يفضل ماموني. كرة العالية لا يا ماموني. أرضية ناحية صايب. من هناك راح حدو يا صايب. صايب يفضل محي الدين مفتاح. محي الدين مفتاح صايب مرة أخرى. صايب كراوش. كراوش لمن؟ تصفوت في رأي التسلل. يرجع لعمروش. عمروش هل استرجع أنفاسه؟ معمر ماموني. ماموني ممتازة ناحية مزور. الكرة تمشي الآن. مزور يراوغ. يرفع حلقة. أوه. شعبة التسجيل ممتازة. والهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري. هدف رائع جدا يا عبد الحميد. يتصاوت يعيد الأمل للمنتخب الجزائري. مزور مراوغة على الجهة اليمنى وتوزيع بالرجل اليسرى وتصاوت يعيد الأمل. قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة كل شيء ممكن. الملعب يعتز. الفريق الجزائري سجل هدف رائع جدا. ما فقد الأمل رغم أنه تعب بدنيا، رغم أنه أمام منافس قوي، رغم أنه نشعر كلنا بأن الكاميرون أقوى، ولكن الفريق الجزائري واللاعب الجزائري سيكون إلى غاية العشر دقائق الأخيرة ويتمكن من تسجيل هدف الأمل ليبقى يتواصل بالنسبة للفريق الجزائري. والكرة عن فويد تدخل مفتاح. 12 دقيقة الأخيرة ستكون حاسمة بالنسبة للمنتخب الجزائري. مهما كانت النتيجة فالأداء رائع والعودة في النتيجة تكفي فخرا لكل هؤلاء الشبان الجزائريين. ديري بلال يلعبها مع مزور عرفات. تبقى عند الكرة. ديري تدخل الدفاع عن طريق مزور والدفاع قوة فول. تبقى لكراوش. يلا كل الجمهور مع المنتخب الجزائري. وماموني عند الكرة. ما تعتمدها الكرة العالية يا ماموني. رفيق صيفي بمحاولات المراوغة ممتازة. يواصل صيفي. أي 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 راس الدرب. صايفي يضيع الكرة هذه يسترجعها ديزيري جوف ما يمرش. التغطية من كراوش ممتازة يلعبها مع عمروش. 10 دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. الكاميرون هدفان، الجزائر هدف واحد. عبد الحميد تصفوت ومزور عرفات يعيدان الأمل من جديد.